قبل عدة سنوات انقدح في ذهني سؤال عريض: أين المسلمون؟ لماذا لا تجري إلا دماؤهم؟ ولماذا لا تغتصب إلا حقوقهم؟ وذهبت بهذا السؤال إلى المكتبة أبحث عن جواب، واشتريت كتاباً تلو الكتاب، كتاباً بعنوان لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم، وكتاب آخر بعنوان هكذا ظهر جيل صلاح الدين وهكذا عادت القدس. وفي طول البحث سقطت عيني على كتيب صغير بعنوان القرآن روح الأمة، وكلنا يعلم أن القرآن روح الأمة، ولكن ماذا في هذا الكتيب الصغير؟ تكلم المؤلف في بداية الصفحات الأول فقال: نحن لا نعلم كنها الروح، الروح لا نعلم صفتها، لا نلمسها، ولكنها إذا حلت في البدن أصبح سميعاً بصيراً، فإذا ما نزعت أصبح جثة هامدة. وكذلك القرآن روح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ثم قال: من هو النبي صلى الله عليه وسلم قبل نفخة هذه الروح، قبل القرآن؟ اسمع ماذا يقول الله عز وجل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فما هو إلا أن نزل القرآن حتى عجن الرسول صلى الله عليه وسلم الجزيرة عجناً، وفي 90 سنة فقط وصل الإسلام إلى الصين وإلى الأندلس. ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ الأرض هي الأرض، السماء هي السماء، الجبال هي الجبال، ما الذي حدث؟ نزل هذا القرآن فتغير كل شيء. فما هو إلا أن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على الناس في المنتديات وعلى الجبال حتى أخذوا يدخلون في الإسلام زرافات ووحدان. أعظم مدينة نصرت الإسلام هي المدينة، المدينة المنورة. يقول ابن القيم: فتحت بالقرآن. ومصعب بن عمير أول سفير في الإسلام كان يسمى المقرئ، وما ذاك إلا لأنه يحدث الناس بالقرآن ويقرأ القرآن ويعظ بالقرآن ويثبت بالقرآن. فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، هذا بلاغ للناس ولينذروا به، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به، هذا بلاغ للناس ولينذروا به. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فالجهاد به، والثبات به، والتذكير به، والتنذير به، والبشارة به، وكل شيء به. لما؟ لأنه كلام الله، وفضل كلام الله على كلامنا كفضل الله علينا. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. في عام 2010 كتبت كاتبة أسترالية كتاب عنوانه السر، The Secret، وترجم إلى 40 لغة، وطار به الناس وامتلأت به المكتبات، وقالوا أنه كتاب العام في مساعدة النفس، والكتاب عليه ما عليه. تذكرت هذا الكتاب وأنا أقرأ قول الله عز وجل: وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. وقالوا
أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر. قلت ما السر؟ وذهبت إلى كتب التفسير أبحث عن معنى السر، فإذا العلماء يقولون السر غيب السماوات والأرض، وابن عطية في المحرر الوجيز يقول بل أسرار كل شيء، والطاهر بن عاشور يقول هنا للاستغراق، فالذي أنزل القرآن يعلم جميع الأسرار، أسرار القلب، أسرار الروح، أسرار العقل، أسرار التربية، أسرار الأخلاق، أسرار الناس، أسرار المستقبل. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق. فهذا القرآن تنزيل من الخالق، تنزيل من الله، والذي خلقك أعلم بما يصلح لك، والذي خلقك أعلم بالذي يصلح لك. ولذلك إذا استجبت إلى القرآن فأنت تقود تنقاد إلى الله سبحانه وتعالى. ادفع بالتي هي أحسن، ادفع بالتي، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي. أين نجد التي أحسن وأقوم وأفضل في كل شيء؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وهنا حذف، يقول علماء التفسير للملة، للطريقة، للحالة التي، وقدر ما شئت، فإن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم في كل شيء، في كل شيء، لأنه كلام الله عز وجل. وحتى نعرف المنهاج الذي ينبغي أن نتعامل به في القرآن، علينا أن نتأمل حديث القرآن للقرآن، وأنا سأقرأ عليكم بعض الآيات، والمطلوب منكم أن تستنبطوا الفعل المضارع الذي مختوم بواو ونون، والفعل المضارع يفيد الاستمرار في اللغة، وهذه الأفعال ستبين لنا منهاج التعامل مع القرآن الكريم. اتفقنا؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. كم في فعل؟ هناك فعلان في هذه الآية، ما هما؟ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. ما الأفعال؟ يؤمنون ويتلون. أعيد، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. إذن الفعل يؤمنون يتلون، والإيمان بالقرآن الإيمان بأنه كلام الله وبأنه صدق، بأنه حق، بأنه عدل. ويتلون، تتلو لنفسك وتتلو لغيرك. إذن يؤمنون يتلون. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. الفعل يستمعون، يؤمنون يتلون يستمعون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له. الاستماع، الإنصات بالقلب، وليس السماع الأذن فقط، ولكن تسمع كسماع الصحابة. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر، فأول ما تصل الآيات إلى الصحابة كانت تقشعر الجلود، ثم تلين، ثم تفيض الدموع، ثم يخرون الأذقان، ثم يستجيبون. يؤمنون يتلون يستمعون. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أفعال أقفالها. ما الفعل؟ يتدبرون. سأطلب من أحدكم أن يعيدها كاملة، عشرة أفعال، تحدي. وإذا عدت إلى السعودية أقول تحديتهم في أندونيسيا، ففزت أو فزتم أنتم، تحدي. اتفقنا؟
يقول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ما الفعل؟ يمسكون. فاستمسك بالذي أوحي إليك، أن تمسك بالقرآن فلا تخالف أوامره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: القرآن حبل ممدود من السماء إلى الأرض. وفي حديث آخر قال: أبشروا فإن هذا القرآن طرف بيدكم وطرف بيد الله، فتمسكوا به. وتخيل أن هناك حبل ممدود طرف بيد الله وأنت تمسكت به، هل تغرق؟ لا. هل تضل؟ لا. هل تسقطك الفتن؟ لا. هل تسقطك الشهوات؟ لا، لأنك تمسك بحبل طرفه مع الله. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ما الأفعال؟ تعلمون، تدرسون، وفي قراءة تعلمون، وفي قراءة تعلمون. إذن هذه الآية فيها ثلاثة أفعال، جمعت قواعد التعليم كلها، جامعتنا ومدارسنا ومعاهدنا جاءت في هذه الآية. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون، في قراءة تعلمون كتاب وبما كنتم تدرسون. تعلمون أنتم وتعلمون غيركم كما تفعلون. الأستاذ يعلم وأنت تتعلم، وأيضا مدارسة، يتلون كتاب الله يتدارسونه بينهم في الحديث: إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة. كم وصلنا فعل؟ آخر فعل: الذين يبلغون رسالات. بلغوا عني ولو آية. من يستطيع أن يعيدها كاملة؟ تفضل. يؤمنون، يتلون، يستمعون، يتدبرون، يمسكون، يتعلمون، يعلمون، يتدارسون. الله أكبر، ما شاء الله، تبارك الله، بطل، وفقك الله، لك جائزة إن شاء الله، سأبعثها مع أصحاب إن شاء الله. هذه الأفعال ترسم تعاملنا مع القرآن الكريم. لذلك أيها الأحبة، أنا لا أريد أن أطيل عليكم، لأنه صارت كلمة ثم كلمة، وإلا الحديث عن القرآن طويل جدا. ولكن أنصحكم نصيحة أخ لأخيه، ونصيحة محب لمن يحب، ونصيحة أب لأبنائه: عليكم بالقرآن، أقبلوا عليه، ليس حفظا فقط، ولكن حفظا وتدبرا وتأملا، وأن تقوم الليل به، وأن تصلي به، وأن تتلوه، وأن يكون لك مع القرآن مشاريع بحثية، في كل مرة تجمع آيات وتستنبط منها الفوائد. بقيت تقريبا سنة أو أقل السنوات الماضية فقط أتأمل حديث القرآن عن القرآن فقط. كلما جاءت آية عن القرآن والكتاب وقفت عندها وأخذت أجمع من هنا وهناك، فخرج لي درر، وخرج لي فوائد، وخرج لي أشياء عجيبة من خلال كلام العلماء ومن خلال التأمل. فكيف لو أخذنا القرآن كله تأملا وتدبرا لرأينا العجب العجاب. عليكم بالقرآن أيها الأحبة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدعو بالقرآن وكان يتلو القرآن. جاء عتبة بن ربيعة وقال: يا محمد، تريد مالا أعطيناك، تريد زواجا زوجناك، تريد ملكا ملكناك، ماذا تريد؟ قال: فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: اسمع، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم. فقرأ عليه القرآن، وأبو الوليد قد وضع يديه خلف ظهره مندهشا منبهرا بما يسمع. ثم عاد إلى قريش، فلما رأوا قال: الله لقد جاءكم بوجه غير الوجه الذي ذهب به، ما وراءك؟ ما شأنك؟ قال: يا معشر قريش، اجعلوها بي، والله ليكونن للكلام الذي سمعته آنفا نبأ عظيم.
وها نحن نتحدث عن القرآن، وها نحن نتلو القرآن، وها نحن قد سافرنا آلاف الأميال وجئنا في هذه القارة البعيدة عن الجزيرة وصلينا خلف الإمام فإذا هو يقرأ بالقرآن. من الذي نشر القرآن؟ ومن الذي بلغ القرآن؟ ولماذا يتأثر بالقرآن ونتأثر بالقرآن؟ ما سر هذا الكلام؟ إنه كلام الله عز وجل. نتدبره ونعود إليه. في معركة اليمامة خالد بن وليد جعل كل قبيلة على حدة، وكان سالم مولى ليس من العرب مولى، ومعه راية المهاجرين، فجاءه رجل وقال: اتق الله يا سالم، لا يؤتى الإسلام من قبلك. فماذا قال؟ قال: بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي، بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي، وبئس حامل القرآن أنت إن أتينا من قبلك، وبئس حملة القرآن هم إن أتي الإسلام من قبلي، وبئس حملة القرآن هن إن أتي الإسلام من قبلي. فأقبلوا على القرآن فإنه كلام الله. تريدون أن تؤثروا في الناس؟ تريدون أن تدعوا الناس؟ تريدون أن تدعوا من حولكم؟ تريدون أن تكونوا أنواراً؟ تريدون أن تكونوا قبساً؟ فعليكم بالقرآن فإنه مشعل وبركة. هذا القرآن مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك، ونزل في بلد مبارك، إن أول بيت وضع للناس إلى الذي ببكة مبارك، ونزل في ليلة مباركة، أليس كذلك؟ ونزل به جبريل ملك مبارك على رجل مبارك، والذي أنزله تبارك الذي نزل الفرقان. فالبركة تحيط بك من كل مكان إذا كنت من أهل القرآن، في حياتك، في عقلك، في صحتك، في رزقك، في دعوتك، في تأثيرك على الناس. إذا كنت مع القرآن، تحدث بالقرآن، وتتلو القرآن، وتسمع القرآن، وتفتش بالقرآن، وتستنبط القرآن، ستعلم وترى العجب العجاب. يقول ابن مسعود: احفظوا هذا الحديث أو هذا الأثر، احفظوه ورددوه واتلوه مرة وتلو المرة حتى يكون لكم شعارا. يقول ابن مسعود، وبعضهم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأكثر على أنه من كلام ابن مسعود، يقول: من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن. ما معنى تثوير القرآن؟ استخراج ما فيه. ولو أن المقام طال بنا لتحدثنا عن الحروف في القرآن، وعن الكلمات في القرآن، وعن الضمائر في القرآن، وعن المبهمات في القرآن، وعن أسباب النزول في القرآن، وعن الآية مع الآية، وعن الأدلة العقلية التي في القرآن، وعن المواعظ التي في القرآن، وعن أشياء كثيرة جدا في القرآن العظيم. أقبل عليه فإن فيه العجب العجاب، قضاء عجائبه لا تنتهي. أسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل وخاصة. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك. أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا. اللهم اجعله سائقنا ودليلنا وشفيعنا لديك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المجلس الذي جلسناه فيك ذخرا لنا يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وعذرا على الإطالة في هذا الوقت المتأخر، وصلى الله على نبينا محمد.